بعد البيموت بشكل ادي الليفر اهوت وادي الكدني ادي البول، ودي شكل الام موت. الام موت اللي استخدامه اكتر في الايكوكارديوجرافي، لكن الاستخدامات عندنا في الشيست هنتكلم عليها في بعض. يبقى عندنا الصورة لما نحط بروب عندنا الصور اللي هيبقى عندي ثلاث صور، صورة لا اما تظهر بيضة لا اما لون اسود لا اما لون رمادي. اللون الابيض في السونار الاسم بتاعه بيتقال عليه ايكوجينيك ستراكشر او بيتقال عليه هايبر اوكوك. احنا زي ما اتفقنا اللون الابيض انت يحدث لما التيشو يعمل لي كومبليت ريفليكشن للالتراسونيك ويفز. ايه الحاجات اللي عندي في الشيست اللي تعمل كومبليت ريفليكشن؟ السكين نفسه. يبقى اول ما احط البروب اول طبقه في السكين تبقى لي لونها ابيض، ده اسمها ايكوجينيك ستراكشرز. الحاجه الثانيه اي حاجه فيها كالسيوم، اي حاجه فيها كالسيوم يبقى عندي البونز ممكن تديني اللون الابيض زي عندنا. الحاجه الثالثه البلوره، اي حاجه تغطي البادي كافيتي سواء بلوره سواء بريكارديوم سواء بريتونيوم يبقى اللون ابيض بيتقال عليه ايكوجينيك ستراكشرز. اللي اتكلم عليه الدكتور ممدوح من شويه في الكونسوليديشن اللي هو الاير برونكوجرام، الاير برونكوجرام زي ما بنشوف في الاكس راي زي ما بنشوف في السي تي بنشوفه بالسونار. الهواء في السونار بيبان لونه ابيض، فالاير برونكوجرام لو عنده كونسوليديشن يبان لونه ابيض. الحاجه الثانيه لو عندي بالمونري قديمه، لو عندي انترستيشال بالمونري فايبروز بيدينا فيرتيكال لاينز من البلوره لحد الايدجز بتاع السكرين، دي بيطلق عليها بي لاين، دي برضه لونها ابيض. لو في هواء زياده زي ما اتكلم محمد ثروت على موضوع الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، الازمه او الكرونيك برونكايتس او الامفيزيما او اي عيان عنده اير ترافيك او نيموثوركس، هواء كتير في البلوره، اي حاجه فيها اكسس هواء تدينا خطوط عرضيه اسمها اي لاين، اير لاين، من ايه جايه من الاير، فبتبقى هورايزونتال لاين برضه بيبقى لونها ابيض. دي الحاجات اللي بتبقى لونها ابيض. الحاجات اللي بتبقى لونها رمادي لو كونسوليديشن بيتقال عليه بيدينا هايبو اوكوك لانج، لو ماس بتدينا هايبو اوكوك لانج، لو انفاركشن يدينا هايبو اوكوك لانج، لو تيشوز زي الليفر زي الاسبرين يدينا هايبو اوكوك بيبقى اللون بتاعه رمادي. الاسود، الاسود دائما وابدا اللي بيعمل كومبليت ابسوربشن للالتراسونيك ريز وما بيجيش حاجه، فلذلك الصوره بتبقى عندي سودا. السودا دي في السونار بنقول لفظ دايما لا اما ان اوكوك لان ما فيش حاجه رده لي خالص من الالتراسونيك ويفز، او بيتقال عليه ايكو فري سبيس. دي دائما وابدا في الفلويد، اي حاجه فيها فلويد هي اللي تعمل كومبليت ابسوربشن للالتراسونيك ويفز، الصوره عندي تبقى لونها اسود. لو عندي بلورال افيوجن، لو عندي بريكاردال افيوجن.